صباح النور عافاك، اعطيني حاجة راح حبيبي خلاني وهني واستغني وخلاني وزادها بكلام جارح. قول لي غير كيفاش الرد، غير كرامتي معاه وفلوسي الله يجعل ربي يخليك لينا. ميم تيختي قلتها لكم، قلت لك ولاد اليوم راه غير يضرب وهرب، غير يضرب لك الفليسات. او كان هنا ما عندك لافارو ولا بندقية باش دير، غادي تجيبي قرعة خاوية ديال اليوطر، غادي تجيبي الماء القاطع أو لا تجيبي الكادينارو، راه كيشبه له غير الكادينارو معجن أو لا بحال الطعام. غادي تحطي صورت تكتبي فيها داك الشي كاع اللي في القلب ديالك، إلا عندك شي حوايج من داك الخنز ديال التقاشير ولا سليكات اللي خلاه خلاه تم، فهمتي؟ تكتبيهم وتخلي. تاني كين غادي تشدي واحد القدرة نقدها بالكتان وتجيبيها بالكسكس وتشدي الصورة ديالو وتكتبي فيها فلان فلانة يتحرق قلبه على فلانة وتحطيها في الكسكس وديري خزامة وجافيل وتزيديها الكادينارو والحاكمة والزعزع والغالبة وسلم العقول والسكران وشتق الشمل وتخليها طول الليل على نار هادية دقة بطلع ويلاجة وشتي له لسان الحمار داك اللي يكون قديم مسكين وما هيدر، ونوريك الاعشاب باش تخدمي ركبي وسرج يبقى غا مطبوع. الى رجع عند هاد الوصفه نعطيها لك في الوصف، ما كانش اللي قد وهاد المرم بزاف اللي تقول لك عندي الجن العاشقه العدو عندي المس في الرحم. ساكن اللي في الوالده كان حمل وكيطيحو لان كيغير منك لان داروا لك سحر الدم وصعيب بزاف، لكن عندي لك الحل بلا ما تمشي للراقي ويطمع فيك ويدي لك فلوسك ويمسلك الزهريه والروحانيه ويلصق فيك السيئين. فلوسك في جيبك وحركيها عند العشاء والعدو على جنبك، تجيبي يطرو ديال الماء ديري السداب شوفي هانينا دايره خضر ديما كنشربو باش الا صيفطوا لي ارسال السحر ديما يكون داخل عندي هنا كسميتها. او لا ما عندكش خضر ديريه تاني كي يابس، فهمتي؟ شدي واحد شويه هنا وديرو في يطرو ديال الماء وهذا ديما ديرك تبقاي تشربيه. تاني كي تجيبي الفيجل وازهار التين الشوكي يعني الازهار ديال الهنديه، تاني كاين ترطبيهم وتشربيهم وتاني كاين تبخري بيهم كما جابتك امك تكوني غير الجلابه حبي السيفيلي كما خلقك ربي وتبخري دقه بك بلا ما. اخي شي وصفه للقشره، القشره ديما ما تغسلو شعرك خاصك تصفيوه مزيان من الكريمات والشامبو، خاصك تصفيوه مزيان. وفي الشامبو ديما ديرو تما القرنفل 10 ديال العواد ديال القرنفل زوين زوينين للشعر لا التساقط ولا القشرة. هنا عندنا قاع كلة هنا حب الهيل، وهنا عندنا المورينغا هادو زوينين، غير هادي تطحنيها وديريها بحال الحنة وديريها للشعر ديالك زوينة، وهادي تاني كنت تطحنيها بوحدها أو لا تخلطيهم بجوج زوينين يعاونوك. خويا إبراهيم الله يحفظ لك بنيتك، بديت نخدم وبداو يضروني ركابية كنموت بيهم فعلا، لان هذا شحال مريحه يولي عند داك الشقه لان داك راه اللحم يتجبد هذا في الركعات مزيان. شوف غادي تجيبي غير الدفله وطيبيها وتغطسي فيها رجليك دقه بطله. شوفي هنايا هنايا خادم زيت الزيتون ماشي الحر غير العاديه الناقصه ودير فيها الفيجل يعني السده، بغيتي ديري يابس الله كتمنى حتى ندوش نكمل التدويشه وكندهنو كامل ونقعد 5 دقائق ندهن كامل جسدي ونقعد واحد 5 دقائق ونشلو والبسك السوتي زوين يحفظك لا من جن العاشق ولا من كل ولا من العين. بغيتي ديري خضر او لا يابس لا راه حتي هنايا ها هو تاني كنت تسدب تشريها هكا فهمتي. ها هو هنايا تاني كاين انا دايره خادمو بالدفله وخادمو بالفيجل، هنا داير فيه ديال بزاف ديال الاعشاب بزاف عليك فهمتي. خادمو هذا بالدفله دقه بطله زيت الدفله لسياتك ولا الظهر رجعك بحال الطموي. وريكو لالياتك واش داير اللي كيتهلا في الشعر ديالها. شوفي داير زيت الخروع زيت الريحان هذا كلشي داير الشعر، زيت الصبار زيت القسط الهندي زيت الشوك التين زيت التومه زيت الميراميه زيت الزنجبيل زيت حب الرشاد زيت البصل زيت الحشيش زيت الحرمل، هذا كلشي داير الشعر ديالها. هذا زيت القطران باش تعرفوا ها هو بيض ها فيه الابيض وفيه الاحمر ها ماشي داك اللي تصوي فهمتو. الداية هنا زيت القرنفل زيت الحلبة زيت البابونج زيت الحبة السوداء زيت لوفان داكر
زيت الزعتر، زيت الشيح، زيت الحلزون، زيت الكتيره، وطابعها هنايا بخلطه في ديال الشعر. وريكو لالياتكم واش دايه اللي كيتهلا في الشعر ديالها. شوفي دايه زيت الخروع، زيت الريحان، هذا كلشي دايه في الشعر، زيت الصبار، زيت القصب الهندي، زيت الشوك التين، زيت التومه، زيت الميراميه، زيت الزنجبيل، زيت حب الرشاد، زيت البصل، زيت الحشيش، زيت الحرمل، هذا كلشي دايه للشعر ديالها. هذا زيت القطران باش تعرفوا، ها هو بيض، ها كفيه الابيض وفيه الاحمر، ها ماشي داك الاسود، فهمتوا؟ الدايه هنا زيت القرنفل، زيت الحلبه، زيت البابونج، زيت الحبه السوداء، زيت لوفان الذكر، زيت الزعتر، زيت الشيح، زيت الحلزون، زيت الكتيره، وطابعها هنايا بخلطه ديال الشعر. عنديش الفلوس وقتلوني العديان بالسحور، حبوا يطلقوني ما يحبونيش. ميم تخيت، فهمتي؟ الا كانت عندك غير شي اعشاب، غير الفجل والدفله والعرار بصح. شوفي الا تصيفطي لي العنوان ديالك من غدا نصيفط لك الفلوس، فهمتي؟ باش تشري الاعشاب وباش تجري على راسك، فهمتي؟ الا بغيتي من غدا اعطيني العنوان، غادي ندير لك متابعه واعطيني العنوان ونصيفط لك الفلوس انايا باش تشري العشب وتشري شي حوايج، فهمتي؟ كيشوفوني انا هاد الناس اليوم راني ما خدمتش، راه طيرتها لي واحد الحراميه دخلت عندي من ايطاليا، الله ياخذ فيها الحق، طيرت لي الربعه. غادي ندير لك متابعه وفي الخاص صيفطي لي العنوان ونصيفط لك من غدا، نصيفط لك الفلوس باش تشري الاعشاب وتشري شي حوايج، فهمتي؟ انا كيشوفوني هاد الناس. حلو عينيكو، شوفوا الناس اللي كتهلا في راسها. شوف هذا الداي شراب الفحوله، عندك ارتخاء، عندك القذف السريع، عندك الموتور مات هنا، هذه تاع واحد القرن مخدومه بالاعشاب. هنايا تكبر الطول والعرض، زيت العالق والاصلي جاي من اليمن، ها اصلي خاصه تكون فيه هذا، عندك ويغشوكم، ما تشريو داك ديال اليوطرا راه مغشوش، ما كان غير الدنداني والمدني هاد السيد متهلي في راسه الليله ليلتها والرعا ديالها. وهنا الجنسي غبرت وزاد طبعها بزيت الحشيش، وزاد طبعها بالعرعر، وتفوسيخة مخلطة، والفاسخ الوسخي، والفاسخ الأسخ، وجوج ديال الخيط. نتي خيط، وانتوما قاتلين رجالتكم البطاطا في الصباح وفي الليل وتصيفطوه للكامبو تقولوا عنده سحر الكراهية، ما كانش اللي دار له سحر الكراهية قدكم والعيالة، تهلاو في رجالتكم. العدوات كيتساينوا في الكاميو جايبه على الفخر، يدير لكم الخيوبيه ومولها ما يربحش كلك تحرك وترزق. هنا هادي لالكم واخده الشوك اليهودي وعليه التعزيمه وكلش، وش احمد الجهل غا هو يقطر وش احمد يقطر. وهنا خيط النيره الاحمر باش تعبر وتير. وهنا واخده الدهن، الدهن لهالدهن وعدويه يزحف الله يعمل وما يبقى يبان. وواحده واخده 10 ديال عود الصليب القبول حق دقه. وهذه واخده الساكته والحاك وموت وعديان. وانتوما داخلين خارجين في التيك توك مضيعين الوقت باش جمعوا زلايفكم، وريوني شحال تلبسوا، راك الا ما جريتيش غادي تبقاي تما وفي التالي بقاو يعايروك وتشوفوا فيك اللي سوا اللي ما يسواش. هذه ديها نصيحه من العدو قلبي عليكم. قالت لك العدوة كيندير ننسى واحد الحرامي، قالت لك شيب لي غرفتي وبغيت ننساه في مر، واش دي صبات الطالو يكون فيه المسمار، غادي تحطي صورته في الارض ويكون عندك صبات ديال الطالو، وغادي تبقى وطاي على ديك الصورة بالطالو تقول له يمشي حمار ويجي حمار، فلان ولد فلان يمشي حمار ويجي حمار، فلان ولد فلان، غادي تقوليها 9 ديال المرات، فهمتي؟ وغادي تجيبي الزبل ديال الحمير، يعني لوكيت ديال الحمير، هنا كنقولوا له لوكيت في العربيه، يكون يابس، وتحرقي داك التصاور وداك العفن اللي كنخلي لك شي سليب وشي حاجه كلشي، وقول له فمي كيخرج النار
وحرقت الحمار ود الحمار. فمي خرج النار وحرقت الحمار ود الحمار. سيفيني تقوليها 7 ديال المرات من تفوح حركي، وهاد الرماد سيري وارميه في شي شكي سميتك ولا ديري في شي شكاره نتعزز بالحشاك